مرحبا بالأصدقاء، أرى أن قصتي قد نالت إعجابكم وهذا أسعدني جدا. أنا تارا، أهلا بكم من جديد. هل أنتم متشوقون لمعرفة ما سيحصل؟ هيا بنا إذن. جلس العم في غرفته وهو يشتاط غضبا. آه منك يا آسيا، أين وجدت هذه الفتاة؟ إنها نسخة طبق الأصل من ابنة أخي ملك. كيف عثرت عليها؟ وأين؟ إن هذه الفتاة المسكينة لا تعلم ما ينتظرها، يجب أن أتخلص منها. لم يكن عليها أن تورط نفسها، فهي تدرك جيدا أنها تلعب بالنار. مضت عدة أيام وكنا جميعا في حالة ترقب، وفي صباح أحد الأيام نهضت وأنا أشعر بانقباض في صدري. نزلت إلى الطابق السفلي ولكنني لم أجد أحدا في المنزل. ذهبت إلى غرفة العمة وغرفة أدهم ولكنني لم أجدهما. ناديت على عثمان وفاطمة ولكنني لم أجدهما أيضا. لم يكن أمامي سوى العم خالد. طرقت بابه ولكنه عندما فتح لي باب غرفته صرخت وفتحت عيناي، وإذا بهذا كله مجرد كابوس فظيع. إلى متى سأبقى أعيش قلقة هكذا؟ لقد سئمت هذه الحياة. فجأة سمعت صوت طرق على باب غرفتي. من هناك؟ من بالباب؟ أنا ساهر. تفضل بالدخول يا ساهر. ما رأيك أن أصطحبك اليوم في نزهة جميلة؟ ولكن يا ساهر، ليس لدي رغبة في الخروج اليوم. لا أقبل أي أعذار، لقد طلبت الإذن من عمتي آسيا ووافقت. هل حقا وافقت عمتي؟ هذا غريب. ما رأيك أن يأتي أدهم معنا؟ لقد كنت أنوي إخباره، ولكنه خرج منذ الصباح مع العمة آسيا. هيا جهزي نفسك. خرجت مع ساهر، بينما لم أكن أعلم أن العمة آسيا وأدهم كانا في المشفى للإطمئنان على الصغيرة ندى بعدما أصابتها وعكة مفاجئة في الليل. حمدا لله على سلامتها، يبدو أنها قد تناولت طعاما ملوثا وهو السبب فيما أصابها. نعم كلامك صحيح يا أختاه، لقد تناولت طعاما ملوثا وهو السبب فيما أصابها. سامحيني يا ابنتي، لقد فعلت ما فعلت من أجلك ومن أجل أخيك ساهر. لقد رأيت الطبيب يا عمي، ولقد أخبرني أن بإمكانها العودة إلى المنزل في المساء. شكرا لكما، نحن نقدر وجودكما معنا وتعبكما من أجلنا، ولكن أين ملك؟ أنا لم أرها. لا داعي لإزعاجها، ربما ما تزال نائمة. أثار كلام العم الشك والقلق في قلب أدهم والعمة آسيا. نزل ساهر عند أحد المحلات وجلب عصيرا لي وله. شربت العصير ولكنني بعد لحظات بدأت أشعر بالدوار. ساهر أرجوك أعدني للقصر، أنا لست بخير. إن رأسي ثقيل جدا، أشعر برغبة شديدة في النوم. ماذا بك يا ملك؟ حسنا سوف نعود. وما هي إلا لحظات قليلة حتى رحت في نوم عميق. اتصل ساهر بوالده. أبي لقد نجح مخططنا، وملك الآن معي، وهي تحت تأثير ذلك الدواء الذي أمرتني بوضعه لها في العصير. ماذا علي أن أفعل الآن؟ اسمع يا ساهر، اذهب إلى العنوان الذي أعطيتك إياه في الحال، وعندما تصل هناك أخبرني. سامحيني يا ملك، لقد اضطررت لفعل ذلك. وصل ساهر عند بيت في أطراف المدينة، وهناك اتصل بوالده. وبعد قليل خرج رجل ضخم ومتوسط العمر من ذلك المنزل، حملني وأخذني إلى الداخل ثم أغلق الباب خلفه. لم يكن ساهر مرتاحا لما يجري، ولكن وعود والده جعلته يفعل ما فعل. عاد ساهر للقصر
وكان حريصا على أن يكون خروجه ودخوله دون علم أحد، فقد استغل فرصة انشغال الخدم بأعمالهم، لذا لم يلاحظه أحد. أما كاميرات المراقبة فتم تعطيلها لحظة الخروج ولحظة الدخول بالاتفاق مع المسؤول عن الكاميرات مقابل مبلغ كبير من المال. دخل ساهر وهو في غاية القلق إلى غرفته. ماذا فعلت؟ كيف سلمتها لذلك الرجل ورحلت هكذا ببساطة؟ أين كان عقلي؟ كان الجميع في المشفى، ولكن التوتر كان ظاهرا على العم خالد. ما بك يا عمي؟ لقد تحسنت ابنتك وبعد ساعات ستخرج من المشفى. هناك مشكلة في العمل ويجب علي أن أذهب الآن، لقد اتصلوا بي وطلبوا مني الحضور فورا. حسنا يا أخي، يمكنك الذهاب ولا تقلق على ندى، فسنبقى أنا وأدهم هنا. شكرا لك يا أختاه، لم أكن أعلم ماذا سأفعل. خرج العم خالد عندما همس أدهم قائلا: عمتي، لست مرتاحا لما يحصل، أشعر أن هناك خطبا ما، سأتصل بالقصر للإطمئنان على ملك. حاول أدهم الاتصال بي عدة مرات ولكنني بالطبع لم أجب. أين أنت يا تارا؟ لماذا لا تردين؟ أعاد أدهم الاتصال ولكن دون جدوى. ما الذي حصل؟ سأتصل بفاطمة وأطلب منها الذهاب إلى غرفتها والاطمئنان عليها. فاطمة، أنا السيد أدهم، أنا أتصل بالسيدة الصغيرة ملك ولكنها لا ترد، أريدك أن تذهبي إلى غرفتها وتخبريها أنني أتصل بها. حسنا يا سيدي. توجهت الخادمة فاطمة إلى غرفتي، طرقت الباب عدة مرات ولكن ما من مجيب. فتحت فاطمة الباب ولكنها لم تجد أحدا. هل يعقل أن تكون قد خرجت دون أن نراها؟ هذا غريب. سيدي، إن السيدة الصغيرة ليست في غرفتها، أعتقد أنها قد خرجت. ماذا؟ ليست في غرفتها؟ أريدك أن تذهبي إلى غرفة ساهر واسأليه عن ملك. توجهت فاطمة إلى غرفة ساهر وطرقت بابه. من بالباب؟ سيدي، هل رأيت السيدة الصغيرة؟ هل تعرف إلى أين ذهبت؟ إنها ليست في غرفتها. أجاب ساهر بقلق: أنا لم أخرج من غرفتي منذ الصباح وأنا لا أعلم شيئا عنها. أخبرت فاطمة أدهم بكل ما قاله ساهر. يا إلهي، إلى أين ذهبت؟ هل يعقل أن هذا كله من تخطيط عمي؟ فتحت عيناي بصعوبة وكان رأسي يؤلمني بشدة. وجدت نفسي مقيدة بالحبال في غرفة قذرة ليس بها أي نافذة. أين أنا؟ يا إلهي، هل هذه هي النهاية؟